السايل اللي بنغسل بيه الاطباق او المواعين او الاحواض اي حاجه. معايا هجيب لترين ميه واغليهم، واجيب ليمون، فنجان ليمون اهوت، 5 6 ليمونات تعصريهم، وتاخدي القشر بتاعهم تحطيه في الميه المغليه بيدي ريحه جميله، واجيب كوبايه اهي صابون سايل من بتاع المنظفات، وعندي فنجان خام، ونص صابونه من اللي هي البلدي، نص بس كمان اهي مش صابونه كامله، معلقه بيكربونات صوديوم ومعلقه ملح عشان الملح ده بيعلي الكثافه. الميه ديت مغليه غليتها اهي عشان بس وقت الايه عشان ما اطولش عليكم في الحلقه. اعملوا بقى لايك وشير كده عشان واشتراك في القناه عشان اي فيديو انزله تتفرجوا عليه. هطلع القشر بقى دوت، ادى ريحه جميله. الميه ديت مغليه اهي، غليتها على البوتاجاز. هجيب بقى الصابون واقلبه في الميه المغليه. الصابون اللي انا نص صابونه اهي عشان على قد بقى الكميه اللي انت هتعملها، نذوبها قوي كويس قوي في الميه المغليه. الصابونه اللي هي البلدي تعمل 5 لتر، دي نص صابونه بس بقى نذوبها بس كويس قوي. جميل بقى، وننضف تنظيف جميل. دولت 2 لتر مية غليتهم على البوتاجاز، غليت فيهم نص صابونة يا بلدي، هدوب خالص اهي، دوب قوي كويس. هنزل بقى معلقه كبيره بيكربونات صوديوم، كربونات وقلب، معلقه ملح اهي بتعلي الكثافه. شايفين الرغوه بقى، فنجان ليمون، عصير ليمون، ده الليمون اللي انا عصرته، حطيت القشر في الميه المغليه عشان يدي ريحه حلوه. فنجان خل، هتاخديه كمان وهتحلي منه كمان، مش هتغسليه بيه على طول، هتحلي الازازه. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ اللهم صل على النبي. دي الكوبايه الجبنه اهي، دي اللي هنعملها اول مره بس، بعد كده تبقى عندنا بقى. هاخد كوبايه من اللي عندنا قبل ما نخلصه، اخر كوبايه نعمل بقى الصابون. عايز تحطي بقى لون، هو اصلا لونه جميل جميل اهو. جميل، ده اللي شافه عندي قال انت عاملاه ازاي، اعمل لنا زي. الرغوة بتاعته الله، ولا ريحته جميلة من قشر الليمون. جربيه بقى، انا على طول دي ازازة هي بستعمل منها. هعبي بقى في الاكياس في الشنط، عايز اقول لكم بس الرغوة بتاعته. الازرق ازرق حسب ايه، بصوا عايز اوريكم الرغوه بتاعته. شايفين الرغوه بقى، شايفين الرغوه بتاعت الصابونه بتاع البريل او الفيري، اي حاجه، او المسحوق، غسيل الاطباق والاحواض، اي حاجه تغسلي بيه كل حاجه، والبوتاجاز بيلمع الستانلس ستيل والالومنيوم.
نلعب له بقى لايك وشير. شوف الرغوة عاملة ازاي النهاردة، برضه نحله كده.